الأخير يلا حيهم جميعا. أنا أحمد الشمري، صانع محتوى ورحالة من السعودية، مسافر على مدار الأربع 24 ساعة بشعار كن على ثقة بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. اسمعوا قبل ما نبدأ المقطع خلوني أعترف لكم باعتراف عشان كذا أزيح شوي من صدري. أدري والله أدري شو بتقولون، أدري وجهي كأنه بسكوت أبو ولد، ولكن اللي صار لما رحت الحلاق الرجال ما يعرف يتكلم إنجليزي، وقاعد أقول له يا أخوي لا تخفف أنا خلق أصلع، لا تخف شوي بس. شال لي كل شيء زين الحمد لله، بقى الشنب الامور طيبه الحمد لله عدت على خير. المشكله يوم حلقني وجهي كذا قال ويت صغر فجاه، والله وجهي لو تروحون اخر مقطع المقطع هذا وجهي صغر والله. المهم مالكم في الطويله، اليوم مقطعنا عن باريس اندونيسيا او المعروفه في باريس جافا، ولكن ما راح يكون فقط شرح ومعلومات، راح يكون ميكس ما بين الحضاره والطبيعه، نفس المكان الحلو هذا. طيب خلوني اخذكم للمكان واعلمكم ليش سموه باريس اندونيسيا او باريس جافا. والله سكنت في المنطقة هذه بالذات بالهوستل هذا، في ميزة انه مرة قريب من المطار، تقريبا المطار 7 دقائق مشي، ولكن صاير كذا عرفته بالشارع ازعاج كذا سيارات، ولكن رخيص 30 ريال الغرفة خاصة. بسم الله وتبدأ انطلاقتنا يا حلوين، يوم جميل بإذن الله ومتفائل خير. You make a vlog? Yes, a vlog. Oh. You will be in my vlog. Hello. Oh. باريس فان جافا، هذا الاسم المتداول في الحقبة الهولندية لمدينة باندون، وتم إعطاء المدينة هذا اللقب ما بين 1920 إلى 1925، وباندونغ لها نفس التشابه الجغرافي ما بينها وبين جنوب فرنسا، وتعتبر أكبر مدينة متحضرة في مقاطعة جاوا الغربية. حنا حاليا في وسط أو قلب مدينة باندونغ، تحديدا قدام قدونغ ساتي. طبعا حاليا هي ترى دوائر حكومية، ولكن هذه المباني من العهد الهولندي، وقدامها على طول مباشرة بالساحة هناك تقام الاحتفالات والمناسبات الوطنية. أنا ماني عارف أحمد قاعد يسوي الحين. يا ناس والله العظيم أن المكان رايق بشكل ما تتصورونه. المكان اللي أنا فيه اسمه رينبو جاردن، تخيل الدخول 35,000 روبية، يعني بس 8.5 ريال. هذا المكان كله 8.5 ريال، ترى مرة 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 كبير. والحلو أنه بنفس هذا المكان فيه الفلوتينج ماركت، وفيه حتى حيوانات. يا ناس والله العظيم أن المكان رايق بشكل ما تتصورونه. بالله ناظرة هذه والله الجرعة البصرية. والحلو بنفس الحديقة داخل مسوي لك مثل مجسم كأنك دخلت اليابان، تقدر تصور، بوريكم إياها الحين. شو الصغير ذا؟ شوفوا هذه اليابان، طبعا تقدر تدخل هناك وتقدر تلبس وتصور، حلوة مرة حلوة. وأحلى شيء نفسيات أهل إندونيسيا يا أخي، ما يحتاج أتوقع أقول لكم خلاص. اللي أنتم ما تعرفونه، إن شاء الله بعد رمضان راح أكون في اليابان بإذن الله. أوكي أدري إنه إزعاج بس شوفوا بالله، ياه يا اليابان. هذا اللي أنا قلت لكم، تقدرون تدخلون وتأخذون ملابس وتصورون. بالله إذا عندك أحد كذا رأسه كبير لا تمشي معاه. شارع جالان براغا كان هو الشارع الرئيسي لتمشية الهولنديين، عشان كذا لو تلاحظ فيه كثير من المحلات هنا. بالله شوفوا شكل المباني هناك. يا اخي ذا الطقطيقة ذي والله طاحوا فيها بإندونيسيا توهقنا.
شو يا زينة؟ ما شاء الله. يا زينة وده قلق. تعالك تعفض خدوده. بالله شوف الشارع كيف، والله العظيم ودك بس تتمشى هنا. جميل جميل مرة يا أخي، ممتع. الحلو ترى يسارك يمينك يكون فيه محلات، بعضها مقفلة حاليا لأنه أنا جاي بدري مرة، وأغلب المحلات بالشكل هذا. شوفوا يا اخي، حتى شوفوا كيف شكل المباني، شوفون والله جميلة مرة يا اخي، ما تتخيل انك كنت في اندونيسيا. بالله شوفوا الجمال ما شاء الله. هلو هلو جايز، هلو جايز، هلو 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 هلو. والله جمال جمال يا ناس. يس يا يا يلا ليتس جو، يبون ياخذون صوره. ها اعطهم جو على طول. فوتو، يلا فوتو. والله هنا من كثر ما انه المكان جميل مستحي احط لكم وجهي تشوفونه. والله نظر المنظر يا ناس، هذا المكان كله ب8 ريال ونص. هذا كله لحظه عشان تستوعبون، هذا كله ب8 ريال ونص، متخيلين؟ يوه لو ناخذ السيارة ونسوقها بس بيطلع كشخة والله. وبكذا وصلنا للفلوتينج ماركت اللي هو السوق العائم. فكرة حلوة مرة بسيطة، مثل القوارب هذه وفي ناس يبيعون أكل، كل قارب له نوع مختلف من الأكل. يا ناس والله العظيم كثير مرة، ودك ما ودك تاكل كل شيء. وأحلى شيء إنه ترى رخيصة، مو مرة غالي، يعني هنا العشر حبات بريالين تقريبا، ترى ولا شيء، ما هو شيء غالي مرة. لازم تجون سي ووك، والله المكان هذا أسطوري. شو شكله، شوف الله، تخيلوا مول وممشى وفي مطاعم وفي كل شيء هنا فعليا. خلينا ناخذكم برا على المكان عشان تاخذون فكره عنه. هنا بوسط الساحه في مثل كشكات الصغيره يبيعون، كل عارض بضاعته. المكان رايق رايق، اصلا لما نروح هناك تفهمون اللي اقصده. بالله وش رايكم في المكان؟ محلات يمينك ويسارك، اقعد ناظر، تمشى، اشتري، سوي اللي تبي هنا. وهنا مثل المول، هذا المول حقهم. طبعا المول دورين، يعني دور فوق ودور تحت، وفي دور يعني سفلي.
يعني حلو تقعد هنا تيجي عرفت كم ساعة كذا منها تاكل منها لو تبي تشتري شيء مثلا أو حتى تتمشى. يا أخي ما شاء الله قامت ترش. معاكم أطفال؟ جيبهم هنا. هذا المكان حتى ألعاب أطفال فيه موجود. إلا صدق أموت وعرش قاعد تسوون أنتم أحمد هناك؟ تطلع تخش مكان ثاني مختلف. يا ناس والله العظيم بس ودك تجي هنا تتمشى. وترى قلت لكم في عندهم حيوانات بوريكم اياها الحين. شوفون هناك غزلان. يا زينكم يا اخي ما شاء الله. اقول خل عنكم والله العظيم هذه انجح 8.5 ريال تدفعها بحياتك. يا عمري شوف مسوين قريه ارانب. يا زينو اوه تقدر تدخل بعد جوا تلعب مع الارانب. والله اني متحمس اوكل ارانب بشكل ما تصورون. ادري بتقول ايش ذا الطفل اللي فيك كلهم صغار هنا شوف كلهم صغار والله طاير بالجزر ابوكل ارانب. يا اخي والله اشكالهم رهيبه يا اخي بالله. شوفوا شو شكله شوفوا يا زينة شوف كان حلو. حصلت واحد شوف شكله ما شاء الله. تكفى لا تنحاش يا اخوي ابوكلك جزر والله. تعال ابو مفلح يا اخوي لا تاكل الكاميرا انت شبلاك. ابعد عن الكاميرا يا اخوي بضبط. خلها لا تاكلها خلها يا بعلا. ابى اوكلك اصور بصورك طيب اول كلاها خلها لا 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 خلها دقيقه بثبت الكاميرا يا ابن الحلال والله بثبت دقيقه يا ابن الحلال بثبت الكاميرا. تعال هنا تعال هنا تعال وخر على الكاميرا شوي. لحظه ابجيك لا لا تعال طيح الكاميرا تعال لا تطيح الكاميرا تعال لا تطيحها. حرام هذول يا اخي مسحوب عليهم. لا الكاميرا لا ما تنوكل حبيبي الكاميرا ما تنوكل يا بابا انت عضيت السلك. ولو انت ودك تتعلم عن الثقافة الشعبية هذا المكان اللي انا فيه الحين فيه الموسيقى الخاصة باهل جاوة. متحمس تجربة جديدة ابى اشوف شلون الثقافة عندهم. اللي عجبني اكثر شيء وشو هذا توقع هذه تذكرتك الدخول. اول ما تدخل يعطونك هذه التذكره. وطبعا هذه الاله هذه يعزفون عليها. انا ما بيحرق عليكم برنامج كامل ولكن واحد من برامج يعطونك هذه وتبدا تعزف فيها يعلمونك. كان يجيني سؤال كثير دايم انه احمد يا اخي انت تسافر وتترحل ومن دوله لدوله طيب
كيف الصلاة؟ كيف الصلاة؟ هذا السؤال المفروض ما أنا ما أنسل عنه. المفروض الصلاة هي أولى اهتماماتك. إذا أنت تسافر وتترحم، المفروض إنه هذا شيء يقربك لله أكثر. المفروض يخليك تحس بعظمة الخالق سبحانه في مخلوقاته قدامك. والله نصيحة، لا تخلي صلاتك تتأخر، بالذات إذا أنت كنت في دولة مسلمة مثلاً إندونيسيا، فالمساجد اللي هو المصليات في كل مكان نفس كذا. أنا أتوقع هذا أفضل مكان شفته إلى الآن. تخلص من المنطقة هذه تطلع تدخل منطقة ثانية مختلفة كذا، مثل خلينا نقول قصر الأحلام، نبي نسميه قصر الأحلام. وصلنا لقصر الأحلام أو قصور الأحلام، بس لسه ما طلعت، تشوفونها جهة ثانية. شو يا زينة شو يا حلوهم يا أخي، ما شاء الله يا الله، شوف بالله يوه والله جميل، مرة جميل. الله أكبر الله أكبر، بالله عليكم شوفوا، شوفوا الجمال والله. وانت تمشى هنا تنفتح نفسك، تقعد تناظر ألوان على طبيعة على أشياء كثيرة كذا داخلة ببعض، ممتع ممتع. ايه خلوا أحمد هناك ينفعكم. الحلو في الموضوع أنه القسم هذا كله تقريبا ألعاب أطفال، يعني بإذن الله لما تجون أنتم كعائلة ما راح تتوهق بعيالك في كل مكان العاب، الا اذا عندك الطفوله يعني متاخره شوي. خش يا حبيبي ولع معاهم. قاعد تتخيل شكلك راكب الخيل. تخيل للحين ناظر المقطع حتى ما سوى لايك ولا حط اشتراك، هي ناظر المقطع والعين وجه مربع. والحلو انه كذا تخيلوا كل بيت ايش في شيء يبيعه، بيت يبيع ايس كريم، بيت يبيع مثل هذه الاشياء عصائر وحركات، وفي بيت يبيع العاب ويرسم. عيالك قرود غثينك ابد يا ايش، قلوا هنا خلوه يتعلق كذا ماسك لين ما يتعب. رهيبة الموسيقى والله. يجوني بعض الناس يكتبوا لي بالخاص انه احمد ما شاء الله تقدر تسافر من دولة لدولة، وكيف ما هي غالية. سابقا كان الفكر القديم انه لازم اخذ قرض عشان اسافر، لازم اخذ دين عشان اسافر، ولكن الحمد لله الفترة الاخيرة بدأت تنتشر ثقافة السفر الاقتصادي، واللي انا اسويه انا اساسا قاعد اترحل، ولكن تقدر انت تسافر سفر اقتصادي. يعني على سبيل المثال المكان اللي قدامكم هذا كلفني 8.5 ريال للدخول، دخول هذا المكان كله، هذه بحد ذاتها فعالية تضيع ساعات فيها، ولو تبي تتزحلق مثل زحليقتي وكذا وتدفع ريالات زيادة ريالات. والله العظيم الأشياء هذه تقدر تسويها، ترى مو لازم تاخذ قرض ولا لازم تاخذ دين، تقدر تسوي هذا بالمبلغ البسيط اللي معاك. وهذا اللي يخليني أتعمد أحط لكم الأسعار، أبى أحاول أوريكم أنه يمديك تسافر تحقق حلمك. إذا أنت ودك تسافر دولة معينة تحقق حلمك، إذا ودك تترحل بأقل التكاليف بإذن الله يمديك تسويها، ما في شيء مستحيل. إذا أخوك اللي قدامك سواها صدقني أنت تقدر. وإلى هنا وصلنا نهاية المقطع، أتمنى والله من كل قلبي انه غيرت جوكم، غيرت مودكم، بسطنا مع بعض. شكرا على اللي قاعد يصير في القناه اخر فتره، والله العظيم الدعم ما هو طبيعي، قناتي قاعد تطلع بسرعه والحمد لله. انا مره مبسوط اني قاعد اكسب ناس جديده، قاعد اكسب ناس باذن الله نسافر مع بعض. والاحلى من كذا ترى بعد رمضان احنا راح نروح اليابان ان شاء الله، فانا متحمس اني استكشف اليابان معاكم باذن الله. لا تنسى اللايك والاشتراك اذا انت ما انت مشترك، حياكم ضم معانا ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. السلام عليكم.